أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما نشر في الصحف المحلية والعربية. في الصحافة المحلية، المصدر أونلاين يتحدث عن منع ميليشيا الحوثي دخول شاحنات تجار الأخشاب إلى مناطق نفوذها. وفي الصحافة العربية، شرق الأوسط تقول إن فرنسا دخلت على خط مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين. وعربيا أيضا، الخليج الإماراتية تكتب عن تجديد الهدنة ومستقبل الصراع في اليمن. أهلا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي نشر تقريرا قال فيه إن ميليشيا الحوثي منعت تجار الأخشاب من الدخول إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها في الوقت الذي تشترط عليهم الاستيراد عبر ميناء الحديدة. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز شاحنات تجار الأخشاب في عدد من المنافذ التابعة لها لفرض رسوم جمركية على البضائع والمواد التجارية القادمة عبر الموانئ والمنافذ في المحافظات المحررة. وقال الموقع في تقريره إن شاحنات تجار الأخشاب محتجزة في المنافذ الجمركية التابعة للميليشيا منذ أكثر من شهر دون مبررات حقيقية لعملية الاحتجاز والمنع. وأضاف أن الميليشيا ظلت لأسابيع تماطل سائقي الشاحنات وتسوق مبررات مختلفة بين الفينات والأخرى تهدف لزيادة معاناتهم ومعاناة التجار الذين يتكبدون خسائر فادحة جراء الإجراءات الحوثية. وبحسب مصادر تحدثت للموقع، فإن الميليشيا اشترطت على تجار الأخشاب الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، مشيرة إلى أن تجار فوجئوا بشروط الميليشيا، لافتين إلى أنهم لا يستطيعون إعادة استيراد الشحنات للعودة بها عبر ميناء الحديدة، ناهيك عن كون تلك الشحنات الموقوفة جرى على شرائها أكثر من 3 أشهر. قوات درع الوطن، هل تسعى السعودية لتقوية العليم في اليمن؟ هكذا تساءل موقع يمن شباب نت في تقريره الذي ذكر فيه أنه بعد نحو 10 أشهر من إعلان نقل السلطة في اليمن، أعلن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عن تشكيل قوات عسكرية جديدة تحمل اسم قوات درع الوطن تحت قيادته المباشرة. وأوضح الموقع في تقريره أن قوات درع الوطن هي قوات عسكرية موجودة وليست جديدة، وبدأ تشكيلها في المحافظات الجنوبية قبل عام بتمويل وتدريب وتسليح من المملكة العربية السعودية. وتوقع مراقبون بأن هذه القوات ستتولى تأمين قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات الدولة ومقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى تأمين المسؤولين الحكوميين. وقال المحلل السياسي ياسين التميمي للموقع إن ظهور قوات درع الوطن في مسرح العمليات العسكرية يرسل إشارات واضحة بشأن رغبة السعودية في تحرير تدخلها العسكري في اليمن من الرهانات الإقليمية ومن الشراكة الإشكالية مع الإمارات. ونقل الموقع عن الباحث سيف المثنى إن إنشاء قوات عسكرية تحت مسمى درع الوطن، وهي قوات عسكرية سلفية مناهضة للعمالقة المدعومة إماراتيا، يعني اصطدام حسابات الإمارات بالسعودية فتحولت عدن إلى ثكنة عسكرية. كما يتوقع المثنى أن تنتشر قوات درع الوطن في وادي وصحراء حضرموت على الحدود مع السعودية، والتي يسعى المجلس الاتقالي بدعم إماراتي للسيطرة عليها وضمها إلى مشروعه الانفصالي. قال موقع العاصمة أونلاين إن ميليشيا الحوثي في صنعاء فرضت معايير وضوابط إضافية على العباءات النسائية وألزمت بلبس الخمار في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة الخاضعة لسيطرتها في إطار حملة ممنهجة ومستمرة لتقييد حريات اليمنيين وفرض طابعها الطائفي. جاء ذلك في تعليمات معايير الزي المحتشم الذي وزعته الجماعة على مالكي محلات بيع العباءات ومحلات الخياطة، وفقا لصورة ومعلومات نشرها الصحفيان محمد الغباري وفاطمة الأغبري.
ونقل الغباري عن صاحب أحد محلات بيع العباءات قوله إنه بعد المناقشة والاجتماعات المستمرة وصلنا إلى قائمة المعايير التي ينبغي الالتزام بها بدلاً عن توحيد شكل العباية، كما تم الاتفاق على بيع الكميات السابقة الموجودة في المحلات التي لا تنطبق عليها المعايير حتى انتهاء الكمية. ونصت المعايير التي فرضتها الميليشيا على عدم تركيب رباطات أو أحزمة للعباءات واستبعاد الفتحات الجانبية أسفل العباءات ومنع العباءات القصيرة. وقال موقع العاصمة أونلاين إن قيادات في الميليشيا تخوض منذ مطلع شهر نقاشات ولقاءات مع أصحاب محلات بيع العباءات وخياطي الملابس النسائية، وبين بين الأسبوع والآخر يفرضون شروطا معينة على شكل ولون القماش المستخدم ونمط الخياطة المسموح به بذريعة الحفاظ على الهوية الإيمانية وحماية المجتمع من الحرب الناعمة. وكانت ميليشيا الحوثي قد قامت سابقا بحملات لتقطيع أحزمة عباءات طالبات ونساء في صنعاء. عربياً، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً قالت فيه إن القوات الفرنسية البحرية الخاصة دخلت خط مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي إلى جانب نظيرتها الأمريكية والبريطانية في خطوة تشير إلى تغير ملحوظ في سياسة باريس الأكثر هدوءاً في التعاطي مع سلوك النظام الإيراني. وبينت الصحيفة أن تدخل باريس جاء مع الإعلان عن استيلاء قواتها البحرية الخاصة عن زورق محمل بالأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي. وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي قد أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهربو الأسلحة الإيرانية للحوثيين انطلاقا من الحدود الشرقية إضافة إلى الطرق البحرية باتجاه اليمن. وأشار الموقع إلى أن البحرية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن اعتراضها والقوات الدولية مخدرات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار كانت على متن سفينة صيد أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان. وفي أحدث تصريحات لوزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري خلال لقائه العميد أنتوني هايورد المستشار العسكري للمبعوث الأممي، اتهم الوزير الداعري المجتمع الدولي بالتراخي مع الحوثيين إزاء هجماتهم الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية والاقتصادية. وقال الداعري إن غض الطرف عن هذه الجماعة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع وسيهدد إرهابها العالم كغيرها من الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش. نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والقضايا الجيوسياسية صلاح الغول تحت عنوان تجديد الهدنة ومستقبل الصراع في اليمن، موضحا أن ثمة حديث متكرر عن قرب إبرام اتفاق لتجديد الهدنة وتجاوز مرحلة لا سلم ولا حرب في اليمن التي يشوبها من حين لآخر تصعيد حوثي عسكري. وقال الكاتب إن سلطنة عمان بدعم أمريكي ومباركة سعودية تقوم جهود الوساطة بين الطرفين، ولا سيما بعد إخفاق المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ في إقناع الطرفين بتمديد الهدنة. وأوضح الكاتب وفقا لتسريبات إعلامية أنه قد يتم الاتفاق على تشكيل حكومة مناصفة ومحاصصة بين الشماليين والجنوبيين والحوثيين على ثلاثة مستويات، هي المناصفة الجهوية بين الشماليين والجنوبيين، والمحاصصة الإقليمية بين أقاليم البلاد، والمحاصصة الحزبية بين التنظيمات السياسية الرئيسية. كما أن تسوية سياسية على أساس تقاسم السلطة ستؤدي إلى خفوت دعوات الانفصالية المتنامية في الجنوب. وقال الكاتب أن استمرار الوضع بشكله الحالي يقود اليمن إلى مجاعة محققة، وقد أدى بالفعل إلى تدمير جزء كبير من التراث اليمني، وتحول اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم. والخلاصة أنه برغم قرب تجديد الهدنة تبدو احتمالية أن يقود الاتفاق إلى تسوية سياسية في اليمن محدودة، ويظل سيناريو تقسيم اليمن إلى شطرين وتحول الحرب إلى صراع منخفض المستوى طويل الأمد بينهما هو السيناريو الذي يغطي معظم السماء اليمنية.
وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع الكاريكاتير وريشة مازن الجفري، دمتم بأمان الله.